السيدات والسادة، والآن مع مؤسس الجونة ورئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي المهندس سميح ساويرس. طبعا لكم ان تتخيلوا قد ايه الواحد كان هايب النهارده، بس بصراحه بعد الانجاز اللي معمول هنا وبعد كل اللي شفناه دوت، انا سعيد جدا ان انا كان عندي الجراءه ان انا اعمل هذا المهرجان السنه دي. أنا كان رأيي إن في ظل الظروف السيئة اللي في المنطقة دي، بالعكس إحنا لازم نوري إن إحنا عندنا حضارة وإن عندنا إخواتنا في فلسطين بيعرفوا يعملوا السينما وعايشين زي كل الناس وعايزين يعيشوا زي كل الناس، عشان ما يطلعش الكلام دايماً مفيش غير منظر واحد بيموت ناس، إنما برضو في شعب عايز يعيش وشعب زينا وشعب يستاهل كل خير. فأنا بشكر كل الحضور، وإن شاء الله نستمر في هذا المهرجان كل سنة ونشوفكم كل سنة، وأرجو السنة الجاية تكون الظروف أحسن من النهاردة. شكراً.